نعمل دائما طبعا الحمد لله ربنا دائما نعمه الامن على بلدنا، نعمه الامن اللي لا تضاهيها اي نعمه اخرى، نعمه الامن والامان اللي بفضل فتنه وجودها، فضل فتنه ووعي الشعب مخلص، برضو فضل تضحيات ناس شهداء مصابين العمليات الحربيه والامنيه، رجال بواسل وقوات مسلحه ووزاره الدفاع، برضو حكمه، برضو بفضل حكمه لقائد مخلص هو حكمه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بفضل يعني الكلام ده كله اترجم على ارض الواقع. النهارده احنا بنناقش قرار خاص بنظام تعيينات مصابي العمليات الحربيه والامنيه. القرار ده بينص على تخصيص نسبه 2% من مجموع وظائف كل وحده لتعيين هؤلاء فيها. النهارده بنحدد ايه في بنوضح لكل ممثلي الموارد البشريه في جميع وحدات الجهاز الاداري للدوله، بنوضح لهم ايه احكام القرار، ايه المستندات المطلوبه، ايه المطلوب منهم، ايه دورهم بالظبط، ايه دور الجهات المعنيه بشؤون مصابس العمليات الحربيه والامنيه، ايه دور الجهاز المركزي للتنظيم والاداره عشان نوحد التطبيق، ما يكونش في تطبيق وتطبيق اخر، لا هو في بس فكر واحد. هنشرح بعد شويه صغيره بعد قليل ايه الاحكام المطلوبه، ايه دور كل واحد علشان توحيد التطبيق. هيتم التنفيذ احنا على الفور، هنبدا على الفور، تبدا الجهات على الفور، الجهات المعنيه اللي هي وزاره الداخليه، وزاره الدفاع، وزاره الداخليه، مجلس القومي المصاب للعمليات الحربيه، مجلس قومي للشهداء والمصابين، هيبدا على الفور تلقي طلبات المخاطبين باحكام رئيس مجلس الوزراء في هذا الشهر، هيبدا ان شاء الله باذن الله هيتلقوا هم المستندات ويوافق الجهاز بيها، وان شاء الله باذن الله نامل ان يكون في تعيينات على طول في شهر مارس القادم. مارس القادم، شكرا.